مدبولي يؤكد أن مؤتمر مواجهة تغير مناخ كوب 27 فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية والترويج للمشروعات المصرية. وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يبحثون خفض استهلاك الغاز في حالة حدوث مزيد من التخفيضات في الإمدادات مع روسيا. أسعار النفط والذهب ترتفع بالتزامن مع مباحثات في قمة السبعة بشأن فرض حظر على الصادرات من روسيا. أهلا بكم ونشرة اقتصادية جديدة من النيل الأخبار. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مؤتمر مواجهة تغيير المناخ كوب 27 فرصة مهمة من أجل مزيد من التعاون مع شركاء التنمية والترويج للمشروعات. وخلال اللقاء بعدد من رؤساء البنوك والشركات الكبرى، أشار مدبولي إلى أهمية المؤتمر الذي تستضيفه شرم الشيخ في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية. وأضاف رئيس الوزراء أن المؤتمر سيناقش سبل تنفيذ المشروعات والتعهدات التي طرحت خلال قمة جلاسكو، كما أنه سيتيح فرصة ليرى العالم المشروعات الناجحة من جانب الدولة والقطاع الخاص في المجالات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة وجود عجز في السلع التموينية. وأشار المركز إلى أن وزراء التموين أكدت على توافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع التي يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية لمدة لا تقل عن 6 أشهر. كما أكدت الوزارة انتظام صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم التمويني بشكل كامل وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، مع منح المواطن الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع. أكد وزير البترول طارق الملا أن منطقة الصحراء الغربية ما زالت تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة. وخلال لقائه مع مسؤولي شركة أبكس الأمريكية، أشار الملا إلى أن قطاع البترول يعمل على جذب شركات بترول عالمية متخصصة في الحفاظ على معدلات إنتاجية الحقول المتقدمة وزيادتها. وخلال اللقاء تم التطرق إلى أنشطة شركة أبكس في مصر وخططها خلال الفترة المقبلة في ظل لرغبتها القوية في تكثيف نشاطها وزيادة الإنتاج من منطقة الصحراء الغربية. بحث وزير البترول طارق الملا مع أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك دور المنظمة في دعم وتنمية علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية في مجال صناعة البترول والغاز. وأكد الملا على استمرار الدور المصري الفاعل كأحد الأعضاء المؤسسين لدعم المنظمة في تأدية رسالتها على الوجه الأكمل لتشجيع وتحفيز التعاون البترولي المتبادل بين الدول العربية. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطورا ملموسا خلال 8 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014. وقالت جامع أن قطاع الصناعة يسهم بنسبة 11.7% في الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب حوالي 28.2% في إجمالي العمالة، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 و2021. وأضافت جامع أن الإدارة المصرية نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية، وهو ما ساهم في النفاذ للمزيد من الأسواق الدولية ودخول منتجات جديدة بقائمة الصادرات المصرية.
أكد وزير الري محمد عبد العاطي التصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية لتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وخلال اجتماع لمتابعة موقف حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه، أشار عبد العاطي إلى إزالة 59 ألف حالة تعدي بمساحة 8.5 مليون متر مربع. انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.4%، وتراجع مؤشر EGX 70 بنسبة 2.48%. قال المستشار الألماني أولاف سولتش أن المناقشات بشأن حظر استيراد الذهب الروسي مستمرة، وسيكون من الضروري إجراؤها مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي. وأعطى الاتحاد ردا حذرا على خطة قدمتها بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر استيراد الذهب الروسي الذي تم استخراجه أو تكريره حديثا. يبحث وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم للتوصل لخطط لخفض الطلب على الغاز في حالة حدوث مزيد من التخفيضات في الإمدادات من روسيا. ومن المتوقع أن يدعم وزراء الطاقة الأهداف التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي العام الماضي للحصول على 40% من الطاقة من مصادر متجددة، وخفض استهلاك الطاقة 9% مقابل مستويات متوقعة بحلول 2030. يفتتح البنك المركزي الأوروبي منتداه السنوي اليوم في جنوب البرتغال، ويناقش محافظو المصارف المركزية واقتصاديون أفضل طريقة لمواجهة التضخم الذي عززته الحرب في أوكرانيا. وصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم مع ترقب المستثمرين لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد يتم اتخاذها خلال اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في ألمانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 22 سنتا إلى 113.34 دولار للبرميل، وبلغ الخام الأمريكي 107.73 دولار للبرميل مرتفعا 11 سنتا. وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب، وارتفع الذهب 0.5% إلى 1835.58 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة 1.2% وزاد سعر البلاتين 0.5% وأضاف البلاديوم 0.6% إلى قيمته. قفزت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في أسبوعين بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط، كما أدى تخفيف إجراءات الحد من تفشي كوفيد-19 في الصين إلى زيادة أسعار السلع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، بينما صعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط 1.5% والمؤشر الفرعي لشركات التعدين 3% مع تعافي أسعار السلع بعد خسائر تكبدتها مؤخرا بسبب مخاوف من حدوث ركود عالمي. نهاية النشرة الاقتصادية، وهذا تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. مدبولي يؤكد أن مؤتمر مواجهة تغير المناخ COP27 فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية والترويج للمشروعات المصرية. وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يبحثون خفض استهلاك الغاز في حالة حدوث مزيد من التخفيضات في الإمدادات من روسيا. أسعار النفط والذهب ترتفع بالتزامن مع مباحثات في قمة السبع بشأن فرض حظر على الصادرات من روسيا. هذه كانت النشرة الاقتصادية من النيل الأخبار، شكرا لكم.